انا ما اعرفش، كنت لسه هسالكم انتوا قاعدين ازاي. انا عايز اقوم. انا لولا انك في كاميرا وجمهور والواحد برضو في برنامج محترم كان قايم على طول يعني. طب حضرتك طول ما انت بتطبل انت ضحكتك كده هي دي القلة دي. انا حاسه يعني احنا كمان على فكره كنا احنا كلنا سعداء بيها بس هو مفيش اي طبله بتدخل في اغاني شويه فيها دراما؟ في طبعا طبعا. هي الطبله بتفرح يعني، في ايقاعات بتفرح، في ايقاعات فيها حزن. يعني الايقاع حتى الايقاع يعني قلت اهو مقسوم، ممكن تبقى في حاجه فيها حزن. يعني لو مثلا مسكنا دي اكتر حاجه تبقى ايه في الحزن. ولو عملنا مقسوم برضو الايد بتحزن وانا بعزف. انا دلوقتي افتكرت جمله كان قالها الفنان احمد زكي لما قال لها عايزك تفرحي لما الطبله تفرح وتزعلي لما طبعا استاذ العملاق ده حبيبي ده يعني عملت له تسجيلات كتير. حضرتك اشتغلت طبعا تاريخك، لو قعدنا انا حتى قلت في الانترو لو قعدنا نتكلم على اعمال حضرتك من هنا لبكره مش الحلقه مش هتكفي، بس يعني هقول لحضرتك على حاجه. انا عارفه السؤال صعب، يعني صعب ان انا اقول لك ايه اكتر حاجه من الحاجات اللي انت بتحبها او قريبه من قلبك. لان هي كتير قوي الحاجات وكلها ناجحه ما شاء الله. بس يعني اقرب حاجه لما بتسمعها او بترجع تشوفها في التلفزيون بتحس ايوه ده كان ابني الحته دي. انا بحب الحاجه دي. والله هو في حاجات كتير طبعا. حتى مع الفنانين يعني في حاجات مثلا مع الفنانه ورده خدت بالك، بحس ان بحس ان هي كانت تحب كمان الايقاعات قوي. ففي حاجات كتير مع الفنانه ورده غير فايزه. انا اشتغلت مع مثلا الفنانه فايزه احمد واشتغلت مع الفنانه ورده وصباح برضو البهجه والفرحه برضو كان ايقاعاتها وبتحب ترقص على المسرح طبعا حسونه والحاجات ديت لا 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 موضوع تاني صباح. ففي كتير واشتغلت مع سعاد محمد برضك الحزن والايقاع اللي هي يعني في ناس كده بتخاف منهم وانت بتعزف يعني انا ليهم يعني رهبه لا وصناعيه انها تعرف تتوهك وانت ماسك الايقاع. يعني برضك في واحده تقول لك ايه بتصدر الايقاع، يعني بتصدر ما بتبقاش ماشيه على الواحده بس هي تتوهك وبعدين تنزل في الواحده. يعني عايز اقول يعني ملهاش حل ليها طريقتها ملهاش ملكه كده. انا ماليش دعوه دم واعد اعد اعد وانزل دم ما اسمعهاش يا روح في داهيه بقى خلاص. لو ركزت معاها طبعا هي اصلا بتسلطن كتير بتسلطن بنسميها بتصدر الايقاع بتسلطن فتتوه العازف فطبعا في كتير قوي. وخشي بقى في حكيم بقى وخشي في كل الكبو بقى والفنان الله يرحمه طبعا حسن الاسمر اكيد حسن طبعا حسن ده حبيبي طبعا طبعا كتير كتير كانت بتعتمد اكتر على الايقاع طبعا طبعا. حسن الاسمر كنا ما نيجي نسجل وعايز يسخني في الاستوديو تبص تلاقيه مطلع فلوس ويرش عليا وانا بسجل. طب الفلوس بتخبط في المايك وبتاع يعملوا ستوب ويكمل تاني وانا اسخن بقى في الاغاني بتاعته. ايوه كل اغاني حسن الاسمر يعني تاريخ معاه تاريخ اكيد. ايه اكتر اغنيه لسه معلمه مع حضرتك من اغاني الفنان حسن الاسمر؟ في يا سماره وفي حاجات كده. بصي حسن بتاع يا كتاب حياتي وكل ال كتاب حياتي فيها فيريشن طبعا حته فرحه وحته طبعا حزن حاجات كتير لحسن الاسمر وحكيم حكيم طبعا البهجه كلها برضه كل اللي يعني لسه كنت بتكلم مع الاستاذ ايهاب بجار حميد الشاعري فبقول له انا حميد عرفته في العراق اول كان لسه ما نزلش مصر بس قصه جميله يا ريت حضرتك تحكيها بجد والله قصه لطيفه يعني الحاجات دي بتبقى لطيفه قصه لذيذه جدا كان اول سفريه لمدحت صالح كنا مع فرقه هاني مهند كان في العراق
وقابلت بقى حميد والمزدوية تحت الأوتيل، كانوا معارضة بقى أيام ليبيا وكده، وبيعزفوا بالجيتارات وكده، فأنا حبيت أتقرب، أنا عايز أفك دولار، فأنا عايز أتقرب، لقيت موسيقيين يعني مساء الخير أنا اسمي سعيد الأرتيست عازف طبلة وبتاع من مصر وبتاع، وأتعرف تعرفت عليهم، قلت له بتيجي مصر بس تليفوناتي وكده، وانا عايز افك دولار. قال لي اسكت اوعى تجيب سيره الدولار هنا، انت ممكن تخش السجن في ثانيه، اللي يجيب سيره الدولار في العراق. قلت له يعني، قال لي انا بقول لك نصيحه، ما تجيبش سيره الحاجات دي هنا. قلت له عايز انزل اشتري حاجات وبتاع، قال لي مفيش كلام من ده. قلت له طيب. ولما نزل مصر بقى تعرفت عليه، يعني سنين بقى عمر حميد الشاهد هنا في مصر من اول ما ابتدى واحنا مع بعض، كل نجاحات المطربين اللي هي في مصر كلها يعني مفيش، انت عارف طبعا، يعني احنا كنا كل اسبوع في نجم، كل اسبوع